أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو الإعلامي اللبناني المثير للجدل مالك مكتبي وتعرف على زوجته أناء في البرلمان اللبناني وما لا تعرفه عنه. مالك مكتبي شخصية إعلامية جريئة ومثيرة للفضول والجدل. لمع نجمه منذ ولوجه العوالم الداخلية للإنسان العربي، فطبع بصماته بسرعة البرق على الشاشة الفضية، وطل بمواضيعه الحساسة وضيوفه المتنوعين على جمهور متعطش لحل مشاكله ومعالجتها، فتعرض لحملات إعلامية محلية وعربية في بعض الحلقات في الوقت الذي قلده الكثيرون على المسارح وفي البرامج التلفزيونية، وجمع الإعلامي مالك مكتبي التناقضات في مهنته وفي حياته الخاصة، فحرك الرأي العام اللبناني بارتباطه بالنائب نايل تويني. الإعلامي مالك مكتبي غير نظرته للحياة كما تحدث عن الرسالة الإعلامية التي يحملها، وهي نقل آراء الناس وتسليط الضوء عليها، وأكد أنه يسعى إلى بناء الجسور بين أبناء العالم العربي بجدية ومهنية. ولد الإعلامي مالك مكتبي في 28 من ديسمبر عام 80 في العاصمة اللبنانية بيروت، وعمره بحلول عام 2020 40 عام. ولد الإعلامي مالك مكتبي 3 أشقاء، ولدين وبنت، وتخصص في إدارة الأعمال في القطاعين المالي والمصرفي، وذلك من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، وعلى ماجستير في الدراسات والعلاقات الدولية من جامعة لندن، وذلك سعيا لضمان استمرارية عمل العائلة، بما أن مؤسسة مكتبي هي ملك لوالده. وعاش الإعلامي مالك مكتبي 15 عاما في المملكة العربية السعودية ثم عاد إلى لبنان. ومالك مكتبي هو مقدم برنامج أحمر بالخط العريض على قناة LBC اللبنانية، وكان سابقا في فريق الإعداد في برنامج كلام الناس مع الإعلامي مارسيل غانم، وسبق زواجه من نايلة تويني حيث أنه استضافها في برنامجه أحمر بالخط العريض وسألها إذا كانت مرتبطة أو لا، ولطالما صرح الإعلامي اللبناني مالك مكتبي أن حياته الخاصة أحمر بالخط العريض، لا يجوز الاقتراب منها أو سؤاله عنها، وأنه لا يجد وقتا كافيا سوى للعمل والتركيز على نجاح برنامجه. وكان ينفي دائما ما يحكى عن علاقته بالنائب نايل تويني، إلى أن فاجأته في إحدى حلقات البرنامج والتي كان عنوانها الحب، بباقة ورود حمراء على الهواء مباشرة وبداخلها محبس خطوبة، الأمر الذي أربك مكتبي على الهواء كثيرا، وظهر ذلك واضحا على وجهه، مما تسببت تلك الورود التي أحرجت مالك مكتبي وجعلته يتصبب عرقا على الهواء مباشرة. وتزوج الإعلامي مالك مكتبي من نايلة تويني النائب اللبنانية وابنة الراحل جبران تويني في منتصف العام 2009 مدنيا في قبرص، ورزق منها بثلاثة أطفال، جبران في عام 2010 وشريف في عام 2013 وابنته نور عام 2015. ونايلة جبران التويني ولدت في منطقة الأشرفية في يوم 31 من أغسطس آب عام 82، وهي صحفية لبنانية وعضو في مجلس النواب اللبناني، وتنتمي إلى أسرة سياسية وإعلامية، فهي ابنة الصحفي والنائب الراحل جبران تويني، وجدها الصحافي والنائب غسان تويني، وجدتها هي الشاعرة نادية حمادة تويني، وخال والدها النائب والوزير مروان حمادة، كما أن جدها الأمة هو النائب ميشال المر، وخالها الياس المر، ويشغل منصب كبير في لبنان.
ويتقن مكتبي أدواته سواء لفظا أو انتقاء للمفردات والعبارات المختارة للنص، لأنه فعليا يشكل بشخصيته خزانا ثقافيا مكتظا بمكونات ثقافية من كافة الميادين، وأي موضوع يطرحه يحيطه إحاطة كاملة سواء معنوية أو حسية. وإن هذا الإعلامي لديه مناخاته الاجتماعية عكس صورته الإعلامية، فهو منطوي على نفسه وكتوم على صداقاته التي تكاد تكون قليلة ونادرة، فتتجلى في شخصيته صورة الزوج المثالي المكافح. ولأجل توفير الأمان لعائلته والمؤمن بالقيم والمبادئ والعادات اللبنانية والاجتماعية النادرة، والأحلى بشخصيته سعة تقبله للآخر. الإعلامي مالك مكتبي تخطى كل الألوان إعلاميا ليكون مستقلا، وأسس وطنا إعلاميا يشبهه بالمضمون والفكر والشكل، فارتقى به إلى أعلى المستويات حتى بات محورا ثابتا في ذاكرة تاريخ الإعلام المرئي المعاصر. ومالك مكتبي هو اسم معروف في الإعلام والروبورتاجات السياسية، ولكن الإعلامي الناجح لم يتجسد يوما على الشاشة، فلم يعرف عنه الناس إلا اسمه. وكان يكتفي بتحضير تحقيقاته السياسية والاجتماعية وببعض المقابلات الخاطفة التي ربما لم تجلب لاسمه شهرة تشفي غليله. وعرفناه معدا في فريق كلام الناس الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم على شاشة البسي اللبنانية، ولازم البرنامج مدة 7 سنوات كانت كفيلة بإيهام الجميع أنه فوق العقد الرابع على الأقل. وقرر الإعلامي مالك مكتبي الخفي ذات يوم الخروج من قمقمه لملاقات الناس على الشاشة، لما لا إن كان يملك في جعبته ما يكفي لإبهار الناس بنوع جديد من الصحافة المرئية. وأعد العدة للانطلاق في مهنته كمحاور في برنامج أحمر بالخط العريض، بعيدا عن عالم الإعداد وما وراء الكواليس. وما أن أعلن عن تاريخ عرض حلقته حتى تسمر الفضوليون الراغبون في التعرف إلى ملامح الإعلام المجهول الشكل أمام الشاشات، ليفاجأوا به شابا في مقتبل العمر. فزاد الأمر من إعجابهم به وتقديرهم لبراعته المهنية، وشغفه الأساسي هو البرامج السياسية، ولكنه لا يجد نفسه بعيدا عن القضايا الاجتماعية، فالسياسة والمسائل الاجتماعية وجهان لعملة واحدة. ويشبه برنامجه بالبرامج الاجتماعية الفرنسية العريقة، وقد غدا في فترة قصيرة محط كلام الناس في لبنان والعالم العربي. وفي استفتاء شعبي أجرته مجلة روتانا حصد الإعلامي اللبناني مالك مكتبي لقب سيد الحوار لعام 2009 في الإعلام العربي، وحصل مكتبي على 90% من الأصوات، متقدما على المصري عمرو أديب حصد 9% من الأصوات، والسعودي التركي الدخيل 1% من الأصوات. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.